وصلت بضاعة العيد، السجاد الإيراني 1200 غرزة، أتحداك تحصل مثل هذا السعر، 2.5 3.5 74 ريال فقط، وعندهم ألوان كثيرة، الحق ما تلحق فرميس. سوق العرفان للسجاد جاب لكم بضاعة العيد ومسوي عليها حرق أسعار، كل هالسجاد 1200 غرزة. هالسجاد الإيراني 1500 غرزة، كثافة 4500، سابقاً 171، الحين بكم؟ ب 103 ريالات و500 بيسة، حتى نفاذ الكمية الحق ما تلحق. كشخة العيد وبغيت السجاد الأصلي الإيراني في سوق العرفان للسجاد، موقعهم على الشارع العام في الرميس قبل السوق الصيني، على الشارع العام عند الجسر تحصلوهم هني على اليمين. هالسجاد 3×4 1500 غرزة، الكثافة 4500، السجاد الإيراني الأصلي. سابقاً 228 ريال، أصبح الآن بكم؟ 138 ريال. بغيت الأصلي بتحصله هنا، يكفيك صفة السجاد. شوف المودرن، شوفوا ما شاء الله، 3×4 قل لي بكم؟ 86 ريال و400 بيسة فقط. أكبر معرض في سلطنة عمان للسجاد الإيراني في الرميس، تعال تشوفوا بعينكم، ما شاء الله تبارك الله، من أصغر حجم وإلى أكبر حجم معاهم. مثلاً 4×5 1500 غرزة، 4500 الكثافة، 380 ريال، أكبر حجم ما شاء الله. والسجاد الدائري من أصغر حجم وإلى أكبر حجم معاهم. شوفوا الألوان، شوفوا الغرزات ما شاء الله. المودرن الإيراني من 19 ريال وانتوا طالعين بالأسعار. عندهم زوالي خاصة محطينهم في غرفة خاصة، قطن وحرير، وفي عندهم خياطة يدوية وخياطة ماكينة. وإذا بغيتوا سجاد الممرات، شوفوا الألوان ما شاء الله تبارك الله، وجابوا بضاعة جديدة 3×4 1200 غرزة ب 99 ريال. شوفوا الألوان، تبغي السجاد الإيراني الأصلي؟ تعال معهم.